السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد عاوتاني. شكرا بزاف على لي كومونتير ديال لا فيديو الاولى اللي في لا سيزون 3 ديال الكوتش. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، وتنتمنى انكم تكونوا بارطاجيتوها ودرتوا لايك. الا ما كنتوش ابوني لهاد لاشين هادي ابوناو. سينو مرحبا بكم، فيديو جديده غادي نهضروا فيها على العكس. كاين فينا اللي معكاز، كاين تيقول على راسو معكاز، كاين تيقولوا عليه الناس انت معكاز. والعكز العكز العكز، بغيت نقرا ولكن عكزت، بغيت نحفظ ولكن عكزت، بغيت نخدم ولكن عكزت، بغيت ندير سبور ولكن عكزت، بغيت نفيق بكري ولكن عكزت، بغيت نلبس واحد الحوايج ولكن عكزت، بغيت نمشي ندير واحد لاكتيفيتي ولكن عكزت، بغيت نبدا واحد المشروع ولكن عكزت عكزت. اليوم غادي نهضر لكم على 7 ديال الطرق باش تقدروا انكم تدوزوا من الجهه الاخرى ديال العكز. يعني تدوزوا من واحد اللي معكاز، وحده اللي معكازه، انها دير داكشي اللي بغات دير، لواحد اللي تيدير داكشي اللي بغى يدير ويستغل الوقت ديالو ابشع استغلال. اول حاجه تقدر دير انت او انت قبل ما تفكر انك تخرج من العكز، هو انك تعرف واش هادشي اللي كتهضر عليه دابا هو عكز او لا حاجه اخرى. حيت بزاف ديال الحوايج تيكونوا في الشخصيه ديالنا، او بزاف ديال المرات تيكونوا عندنا اشياء تيبلوكيونا، او تنخافوا او تنديروا شي حوايج وحنا ما باغينش نديرهم، تاخذ لنا الوقت من داكشي اللي بغينا تنديرو، وباش ندرقوا على راسنا كنلقاو العكز ككلمه كنتخباو من موراها. الا قلبتي مزيان ولقيتي بان فريمون هادشي اللي فيك عكز، خاصك تفهم اول حاجه الناس مستويات. كاين فينا اللي معكاز ومره مره تيدير شي حاجه وتيرجع يولي معكاز، وكاين اللي نص نص ومره مره تيهبط يولي معكاز، مره مره تيرجع نص نص، مره مره تيطلع تيولي ايفيكاس وتيرجع يولي نص نص. وكاين فينا اللي ايفيكاس، اللي كيخدم اللي كيتحرك اللي اكتيف، ومره مره تيولي مويه وتيعاود يرجع يولي ايفيكاس، ومره مره تيرجع يولي معكاز واحد المده ويطلع باش يرجع للبلاصه ديالو. البليز امبورطون هو فين هو المستوى اللي كدوز فيه اكبر عدد ديال الوقت، واش هذا او لا هذا او لا هذا. الا كنتي في هذا المستوى هذا، فالدور ديالك هو انك تطلع شويه للمستوى الثاني. الا كنتي في المستوى الثاني، الدور ديالك هو انك تطلعو للمستوى الثالث. الا كنتي هنايا، الدور ديالك هو انك تخليه ديما هنايا وتنقص من ديك لي مومون ديال الهبطه. بيان سور سي با غراف، نهبط مره مره، نعكس مره مره، نعس مره مره، سي با غراف الا كنت محتاجها، ولكن ما تبقاش فيا بزاف، لان الا كنت هنا ونزلت وطولت هنا واحد الوقيته غتولي هذه هي لا نورم ديالي، ولا نزلت لهنا وطولت فيها واحد الوقيته غتولي هي لا نورم ديالي. وبزاف ديال الناس فيكم كانوا كيخدموا تيضربوا التمارات يتحركوا، ولكن حيت واحد الوقيته دازت في حياتهم واحد الحاجه اللي خلاتهم يبقاو هنا بزاف، ولا تجيهم صعيبه يرجعوا لهنايا. شحال من واحد نزل حتى لتحت وتلقى صعوبة انه يطلع غير المستوى المتوسط. ثاني طريقه باش نواجهوا العكز هو اننا نتصالحوا مع القرايه ديالنا او الخدمه ديالنا او ديك الحاجه اللي حنا معكازين عليها. بزاف ديال المرات تنفضل انني نبقى ناعس، نبقى جالس، نبقى ما تندير والو، على انني نوض نتحرك ندير شي حوايج اللي ربما تيبانوا لي صعاب. لان الانسان دائما تيمشي بواحد لابالونس ما بين بليزير ودولور. الا كان القرايه بالنسبه لك سان بليزير تديرها وتقدر تطول فيها وتعطي فيها مزيان، الا كانت سان دولور تحاول تهرب منها ودير حاجه اخرى اللي سميتها النعاس، اللي سميتها حاجه اخرى اللي بالنسبه لك سان بليزير، اللي تقدر تكون بليزير دابا ودولور ا لون تيرم. وكما هذيك الحاجه اللي كتبان لك دولور دابا تقدر تولي بليزير ا لون تيرم، لان الا ضربتي التمره دابا في واحد الحاجه كترتاح ابخي، الا ما درتي والو دابا واحد النهار غادي تضرب التمره. ثالث طريقه هو انك تشوف العادات ديالك، لان العادات هما اللي كيصنعوا الانسان. الا ولفتي تفرج التلفازه بزاف، الا ولفتي تدوز وقت كبير سوغ فيسبوك، الا ولفتي تنعس بزاف، فانت غادي تولي معكاز، لان العادات ديالك تدفعك للعكز. دونك هنايا خصنا نحبس. اول حاجه نحبس كاع العادات السيئه، ونحاول انني نقلب شنو هما العادات ديال الناس اللي كيكونوا افيكاس. وهنا غادي ندير لكم واحد الكلان دوي ديال واحد لو ليفغ تقدروا تقراوه، سميتو العادات السبع للناس الاكثر فعاليه ديال
ستيفن كوفي. رابع طريقه من بعد ما تحدد شنو هما العادات السيئه او شنو هما العادات المزيانه اللي بغيتي تعوض بهم هاد العادات السيئه اللي كيزرعوا فيك هاد العكز هذا، خصك تحط ان بلان داكسيون، ان طابلو بحال هكا في الحيط، اولا دير ان دوسي اكسل، اولا تكتب واحد الوريقه في الدفتر اللي غادي تقول كل شهر غادي ندير تحدي باش نزرع في راسي عاده زوينه، حيت العاده الخايبه ما يمكنش تحيدها، ممكن تعوضها بعاده زوينه. دونك كل شهر كدير ان تشالنج، وهاد الحاجه كنديرها انا شخصيا، كنقول هاد الشهر شنو هي العاده اللي بغيت نزرع فيا زوينه، وتنخدم على كل عاده شهر باش تانستال، باش ماشي ندير حاجه نهار يومين ثلاث ايام ونحبس. ملي كديرها شهر كامل ما كتبقاش ان كومبورتمون، كتولي اون ابيتود. الطريقه الخامسه هي طريقه ساكادو، كنسميها لا ميثود ساكادو. هو احسن طريقه باش دوز من الجهه الاخرى ديال شي سور، هو انك تلوح الساكادو ديالك اللي فيه كلشي ديالك من الجهه الاخرى، باش غتكون اوبليجي انك تتبعو. دونك هنايا الا عندك شي حاجه اللي محبساك حبسها دقه واحده، الا عندك شي اصدقاء اللي هما اللي تيتسبوا في العكس ديالك قطع معاهم ما تحنش، الا عندك شي بلاصه شي حاجه اللي هي اللي شداك حبس معاها دابا، هز التليفون عيط قول لهم بسلامه وما تحنش. الطريقه السادسه هي الموتيفيشن. لكن الجسد ديالك تيتغذى بالماكله، فالنفسيه ديالك تتغذى بالطاقه اللي كتعطيك الموتيفاسيون، والطاقه تقدر تجيبها من بزاف ديال البلايص. خاصك تحدد شنو هما مصادر الطاقه النفسيه اللي ممكن يكونوا عندك نتايا، تقدر تكون شي حاجه عندها علاقه بالفن، عندها علاقه بالثقافه، عندها علاقه بالرياضه، عندها علاقه بالسياسه، بالاجتماع، جو مون فو. لو بلوز امبورطون هو انك تحدد شنو هما الاشياء اللي تعطيوك الطاقه، واللي كان واحد الوقيته تعطيوك الطاقه وحبستيهم لانك قلتي انني راه كبرت على هاد الشيء هذا. اون اريت با جوي باسكو اون فيي، مي اون فيي باسكو اون اريتي جوي. كنشرفوا حيت حبسنا من اللعب، ماشي كنحبسوا اللعب حيت شرفنا. دونك هنايا خاصني نشد هذاك الشيء اللي كان تعطيني الطاقه في الصغر ديالي وفي الشباب ديالي، ونحاول انني نجددو، لان داك الشيء اللي كيعجبني هو اشياء اللي كتعطيني الطاقه، ونقلب على اشياء اخرى مع ناس اخرين في بلايص اخرين اللي ممكن فاش نديرها نتشحن بالطاقه. لان فاش تبغي دير اكسيون من مور فاش كتكون عندك الطاقه كديرها، فاش كتبغي دير اكسيون واخا تكون واعره زوينه وغتربح منها بزاف ديال الحوايج، من مور واحد المومون اللي انت فيه مال ما غاديش تقدر ديرها، خاص واحد لاشيمي في الكور ديالك اللي فاش كتفيق تعطيك الانرجي باش دير هذيك الحاجه. هاد لا فيديو هادي كنديرها مع الصباح وانا مازال ما فاطرش، جي بيزوان دون انرجي فيزيك سيرت، ولكن الانرجي سيكولوجيك هي اهم حاجه باش دفعنا نديرو الاشياء. دونك موتيفي راسك براسك، عاد قلب انك تموتيفي راسك بحال هاد الفيديوهات بكتوبه وبناس اخرين اللي كيعطيوك لا موتيفاسيون. والسابع واخر طريقه باش تحيد منك العجز هو دير ان اكزيرسيس مره في النهار، غمض فيه عينيك ولو جوج ثلاثه ديال الدقائق، وتخيل راسك هذاك الشخص اللي بغيتي توليه من هنا عام 5 سنين 10 سنين، لاياش بغيتي توصل، وداك الشيء اللي بغيتي توصل حاول تخايلو مزيان، وتخيل لي بينيفيس اللي غتربح، وتخيل كاع داك الشيء الخايب اللي عندك دابا وما حاملوش ما غيبقاش فيك، وغتولي في ان سيتوياسيون اللي نتايا باغي توصل ليها، تتمنى توصل ليها، وعيشها في النفسيه ديالك، وشوف ديك الراحه وداك الاحساس الزوين اللي غتحس به وانت في ديك البلاصه مع دوك الناس، تدير ديك الحاجه اللي تتحلم توصل ليها. ومني تحل عينيك شوف الفرق ما بين الاحساس فاش كنتي مغمض عينيك والاحساس القبلي ديال عادي انت عايش دابا في هذه الحاله ديال العجز. شنو اللي عندها لوغو زوين؟ واش العجز اللي انت فيه دابا، اولا الاحساس اللي غتحسو انت غتوصل للهدف ديالك؟ واش هذا الاحساس هذا ما تيستحقش انك تنوض من بلاصتك دابا وتحرك ودير داكشي اللي خصك دير؟ الا كان ما تيستحقش خليك ناعس، ملي كان تيستحق اشنو كتساين؟ لو شونجمون كيبدا دابا، ودابا هي هاد اللحظه اللي كتسمعني فيها وكتشوفني فيها. نوض دابا، دير اول اكسيون واصغر اكسيون واسهل اكسيون باش تخرج من العكس ديالك، لان الاكسيون الصغيره كتشجعك دير اللي موراها، كتشجعك دير اللي موراها اللي موراها باش توصل. لو شونجمون ما كيجيش دقه واحده، حيت يقول لك فو ميو فيغ ان بيتي با شاك جور كان غران با شاك دو زون. نوض تحرك. الفيديو ديال هذا النهار سالات، نتمنى انها تكون عجبتكم، الى عجبتكم بارطاجيوها مع صحابكم المعجزين، ديروا لها لايك باش تطلع في الريتش، لان يوتيوب كيعترف بلي زانتيراكسيون تيكونوا في لا فيديو منهم. لايك ولي كومونتير، لا عندكم اسئله مازال اكثر في العجز طرحوهم عليا، لا عندكم مواضيع اكثر طرحوهم عليا، لا عندكم تجربه مع العجز، كنتو معجزين وما بقيتوش معجزين، اولا العكس كنتو اكتيف وليتو معجزين، كيفاش التجربه ديالكم باش نقدر نجاوبكم ابخي فيديوهات اخرين، اولا نجاوبكم
ديالكم في لي كومونتير. ابوناو الا كنتو مازال ما ابونيش في هاد لاشين هادي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. من هنا الفيديو الجاي ما تنساوش انكم تستغلوا الوقت ديالكم ابشع استغلال.